الأجسام المناعية اللي يبديها الجسم الجهاز المناعي ضد الأجسام الغريبة أو ضد الأورغانيزمز الغريب أو ضد الحالات المرضية اللي تحصل لجسم الإنسان. The immune response is how your body recognizes and defends itself against bacteria, viruses, and substances that appear foreign and harmful. الاستجابة المناعية تعني كيف أن الجهاز المناعي أو أن جسم الإنسان يميز recognize أولا ومن ثم يدافع بنفسه ضد الأجسام الغريبة الداخلية اللي كانت تكون بكتيريا الفيروس أو أي مادة أخرى تعتبر جسم غريب تعتبر غريبة ومؤذية للجسم. Mechanisms of immune response الآلية أو الميكانيكية اللي تعمل بها الاستجابة المناعية. أولا recognize process and presentation of antigen. أول خطوة للجهاز المناعي هو تمييز للأنتيجين. من هو الأنتيجين؟ ما هو هذا الأنتيجين الداخل؟ ومن ثم التقدم بدء عملية التعرف عليه ومن ثم تقديمه محاولة قتله ومن ثم تقديمه. يعني الخلية البلعمية مثل ما لاحظنا بالمناعة الطبيعية الماكروفيج إذا حاولت أنه تفتك بالأنتيجين فخير على خير، إذا ما قدرت تقدم هذا الأنتيجين إلى النوع الآخر من المناعة اللي هي الأدابتيف إميونيتي. الخطوة الثانية الكوبريشن أوف سيلز تعاون بين الخلايا. لابد من وجود تعاون بين أجزاء الجهاز المناعي حتى مع عملية قتل الأنتيجين الغريب. العملية الثالثة destruction of specific antigen تحطيم الأنتيجين بالبدء التعرف عليه ومحاولة تفتيته ومن ثم تقديمه إلى بقية الخلايا ويجب التعاون بين الخلايا لإنهاء هذا الأنتيجين. عندنا مخطط يوضح الإميون ريسبونس وأنواعها. الاستجابة المناعية قد تكون إنيت طبيعية وقد تكون acquired مكتسبة. الكوايرد تقسم إلى نوعين الهيوميرال اللي هي وجود الأنتيبوديز يتوسطها الأنتيبوديز ميديتد إميون ريسبونس والسيل ميديت إميون ريسبونس. قد تكون خلطية تشترك بها الأضداد مع الخلايا وقد تكون خلوية فقط الخلايا هي اللي تقوم بقتل الأنتيجين الغريب. المناعة الخلطية بدورها تقسم إلى نوعين من الاستجابة المناعية برايمري إميون ريسبونس وسكندري إميون ريسبونس اعتمادا على وقت وقوة الاستجابة المناعية قسمت لهذا التقسيم. نجي إلى أول نوع بالاستجابة المناعية اللي هو هيوميرال إميون ريسبونس. Due to activation of B cells needs binding to the antigen specific surface receptors IgM on B cells lead to their proliferation and differentiation into effector plasma cells and memory cells. الانتيجين الغريب الداخل إلى مستقبلات موجودة على خلايا B فترتبط هذه الانتيجين على هذه المستقبلات الموجودة على خلية B وهي مستقبلات الـ IgM بالذات يقود إلى proliferation و differentiation إلى حدوث تكاثر لهذه الخلايا تبدي تتكاثر وتتمايز. تتمايز إلى ماذا؟ تتمايز إلى نوع من الخلايا بلازما سيل وميموري سيل. بلازما سيل produce and secrete antibodies immunoglobulin هي الخلايا اللي تنتج أو تفرز الانتيبوديز اللي سميناها immunoglobulin شرحناها في تركيب الانتيبوديز. قلنا البروتين الداخل بتكوين الانتيبوديز هو الجلوبيولين او خلايا طبعا خلايا قلنا بلازما منتجه للانتيبوديز وتكون سبيسيفيك فور انتيجين طبعا هي تنتج لنا انتيبودي سبيسيفيك للانتيجين الداخل وخلايا الميموري سيل اللي هي تحمل صوره الانتيجين في حاله التعرض مره اخرى لنفس الانتيجين. وظيفة الـ
mediate immunity سميناها هيومورال خلطية أو antibody mediate immunity يعني المناعة التي تتوسطها الأجسام المضادة. develops minor against extracellular pathogen يعني بدي نشوف هذا النوع من المناعة ضد أي نوع من الأنتيجين يتكون هذا النوع من الاستجابة المناعي. antibodies mediate immunity develops minor against extracellular pathogens يعني هي تعمل ضد الباثوجين الخارجي such as staphylococcus يعني اللي دخلنا من الخارج مثل staphylococci streptococci و encapsulated pathogens والباثوجينز اللي يكون غير مغلف غير محاط بالكبسول مثل فينيورونوكوكس والنسيريا وأيضا agents pathogens that produce exotoxins يعني ضد الأنتيجينات اللي تفرز السموم كولينوباكتيريوم دافيريا فالأنتيبوديز بهالحالة neutralize exotoxins and some viruses مثل الرابيز فيروس هيباتيتس أي فيروس وهيباتيتس بي فيروس يعني هنا المناعة الخلطية تعمل في حالة كون الأنتيجينات extracellular يعني خارجة عن جسم الإنسان خارجة وتدخل للجسم وكذلك الأنتيجينات الغير مغلفة بالكبسول والأنتيجينات الفارزة للسموم فيعمل على معادلة هذه السموم. IgM and IgG ذول الأنتيبوديز can activate the complement system which can opsonize pathogens leading to the ingestion by phagocyte cell or can cause lysis of the organisms. هنا من يجي الأنتيجين راح يقابله ويتكون ضد الأنتيبوديز IgM والIgG راح يعملون بارتباط الأنتيجين مثل ما تعرفون كل أنتيجين مع أنتيبودي إذا صار عندنا معقد مناعي راح يستدعي وجود الكومبليمنت موضوعنا السابق فالكومبليمنت اللي راح يستقر على منطقة الأفسي بالأنتيبوديز مثل ما شرحناها سابقا راح يعمل قلنا أجزاء من الكومبليمنت تعمل عمل الأوبسنازيشن الاستساغة يعني تحيط بالباثوجينز فتعمل فتشجع الخلايا البلعمية على استساغته بكمية أكبر أو أنه يعمل بمسلك آخر بمسالك شرحناها بموضوع اللايسز تحلل هذا الأورغانيزم بالمسالك الثلاثة اللي شرحناها سابقا. الإكسبوجر تو أنتيجين باي individuals فور ذا فيرست تايم عند تعرضنا للأنتيجين لأول مرة is called primary immune response هذا ما يسمى بالاستجابة المناعية الابتدائية أو الأولية and re-exposure to the same antigen is called secondary immune response والتعرض اللاحق يعني مرة ثانية نتعرض لنفس الانتيجين هذا يطلق عليه secondary immune response which develops due to immunologic memory وهذه بهذا النوع السكندري راح تتكون عندنا الخلايا المناعية. هنا صورة توضح الاستجابة المناعية الخلطية هذه خلية الماكروفيج سميناها في حالة قيامها بالابتلاع وهضم للباثوجين الداخل راح تكون هنا المناعة الطبيعية في حال عدم قدرتها على إنهاء هذا الأنتيجين راح تسمى بالأنتيجين presenting cell هي الخلية المقدمة للأنتيجين لاحظوا هذا الأنتيجين الداخل راح تقطع إلى قطع صغيرة وتخرج إلى الخارج بواسطة منه بواسطة البروتين MHC بروتين في حالة هنا المناعة الخلطية يكون MHC class 2 فنلاحظ بأنه الخلية البلعمية خرجت هذا الأنتيجين إلى الخارج processed antigen قطع من الأنتيجين فمن خارج القطع من الأنتيجين راح تعمل كإفراز مواد مثل interleukin 1 مواد كيميائية السيتوكينات هذه المواد راح تستدعي خلية التي هيلبر وتعمل على تنشيطها فلاحظوا بأن التي هيلبر هنا تبدأ تتنشط من تتنشط التي هيلبر راح تفرز انترليوكين 2 هذا الانترليوكين 2 راح يعمل على خلية البي سيل يسوي لها اكتيفيشن التي هيلبر تفرز أيضا انترلوكين آخر يسبب تنشيط البي سيلز البي سيلز راح تتمايز إلى نوعين من الخلايا هي بلازما سيلز والميموري سيلز
هذه الميموري سيل. البلازما سيلز راح تتميز الى خلايا، يعني راح تعمل على انتاج وافراز الانتيبوديز اللي يكون سبيسيفيك لمن للانتيجين الداخل، فراح يعادل يعمل على معادلة هذا الانتيجين. اما الخلايا الاخرى اللي تميزت من خلايا بي فهي ميموري سيلز. لاحظوا طلاب هاي الملاحظة المهمة، هاي الامر المهم، احنا مو عندنا فقط الماكروفاجية الخلية المقدمة للانتيجين، لا، اكو انواع اخرى ايضا تبتلع الانتيجين وتعمل على هضمه واخراج قطع منه الى السطح، منها الدندريتك سيل هي الخلايا التشجرية، وكذلك البي سيل نفسها، خلايا فيها بي ايضا لها ريسبترات على سطحها تشبه الريسبترات الموجودة على سطح الماكروفاج. فهنا وموجود عندها مستقبلات للاي جي ام، فهاي المستقبلات للانتيبوديز هنا راح يتوقف على سطح يتفاعل معها الانتيجين، فانتيجين انتيبوديز هذول يسببون لها اكتيفيشن. فاذا الاكتيفيشن والبروليفريشن والنمو والتمايز راح يحصل مو فقط من بإعاز من التي هيلبر، وانما ايضا بابتلاعها هي نفسها للانتيجين، ومن ثم تتمايز الى بلازما سيل وميموري سيل. وضحنا بأن الهيومرال إميون ريسبونس هي الاستجابة المناعية التي تتوسطها الأبداد. عندنا نوعين من الاستجابة المناعية الخلطية، الأولى primary immune response which is characterized by أولا latent phase. latent phase هو lag phase، هو الطور البطيء. in the first few days 7 to 10 days is a period for T cells and B cells to bind to antigens to be activated, differentiated. Antibody levels in the serum is zero. No antibodies production. الاستجابة المناعية الأولية أو الابتدائية تكون فيها عدة أطوار. الطور الأول يكون بطيء، يحتاج حوالي 7 إلى 10 أيام. في هذه الفترة يحصل لخلية T وخلية بي النمفاوية activation وdifferentiation، تنشيط وتمايز. هنا تبدي تتعرف على الانتيجين، يحصل لها تنشيط من قبل هذا الانتيجين، تبدي تتمايز تتكاثر بالأعداد، لكن ماكو أي انتيبوديز متكون، مستوى الانتيبوديز صفر بالسيرم. هذا إذا تلاحظون بالرسم هذا طور اللاج. هنا تركيز الانتيبوديز وهنا الوقت. ثانيا exponential phase اللي هو الطور المتسارع، هنا lag phase هنا log phase. increase of serum antibodies level logarithmically and reaches a peak. هنا اعداد الانتيبوديز تتزايد وتصل الى اعلى قمة. فتلاحظون هذا log phase اللي يكون اكثر نسبة لاعداد الانتيبوديز، هذا يكون عدد الانتيبوديز اكثر ما يكون. ثالثا الستيدي فيز بلاتينس فيز يحصل برودكشن اند ديجريديشن اوف انتيبوديز ار بالانس. البرودكشن والديجريديشن للانتيبوديز بالانس. هنا طور الثابت من راح يوصل للبيك اعداد الانتيبوديز راح يثبت العدد بحيث يكون الكمية المنتجة مساوية للكمية المنحلة للانتيبوديز اللي انحلت اللي تعادلت يعني مع الانتيجين، فتكون في توازن. الطور الرابع ديكلين فيس، هذا الطور الاميون ريسبونس يعني الطور الانخفاض او يبدي يقل يعني الاعداد. The immune response begins to shut down. هنا الاستجابة المناعية تتوقف. And the antibodies concentration in serum decrease rapidly due to combination with antigen. أعداد الانتيبوديز هنا راح تبدي تنخفض، هذا طور الانخفاض، تنخفض بشكل سريع لأن كل الأعداد مات الانتيبوديز تفاعلت مع الانتيجين، فماكو بعد انتيبوديز حر.
الرسم أيضا يوضح ال primary antibody response و secondary. هنا first infection التعرض الأول للأنتيجين، هنا repeat infection التعرض الثاني. نلاحظ بأنه الخلية بي نيف بي سيلز، يعني خلية لم تنشط ولا متعرفة على بدأ تعرفها على الأنتيجين. فلاحظ بأنه الفترة اللي تأخذها الخلايا حتى تتنشط من 0 إلى 7 أيام، راح تتنشط الخلايا بي، وطبعا أعدادها تكون أقل، بينما هنا الاستجابة المناعية ثانية، ما نحتاج إلى نيف بي سيل، راح نأخذ راح تتنشط مباشرة من الميموري سيل، من خلايا بي نوع الميموري. فنشوف هنا البيك للأنتيبوديز اي جي ام و اي جي جي بالذات، ومن ثم نزول المستوى الأنتيبوديز. لاحظ بين الاثنين الاستجابة المناعية الثانية الثانوية او الثانية تكون لاحظوا طلاب الاستجابة المناعية الثانوية تكون البيك مالتها اعلى، اعداد الخلايا اكثر، اعداد الأنتيبوديز اكثر، وتحتاج وقت اقل من 0 إلى 3 أيام وصل البيك الأعلى، بينما هنا إلى 7 أيام يلا صار أعداد كبيرة للأنتيبوديز. مركز secondary immune response المستريك or memory immune response، يعني معتمدة على خلايا الذاكرة. And the second exposure to the same antigen there is rapid antibody response. The lag phase is only 3 to 5 days. This relates to of memory cells produced after the first contact. هنا اللي عند التعرض الثاني للأنتيجين، يعني الاستجابة راح تتحرك أو تشتغل الاستجابة المناعية الثانوية، راح ينتج أعداد كبيرة من الأنتيبوديز، بحيث أنه الطور الأول يحتاج فقط إلى 3 إلى 5 أيام. ليش؟ لأنه إحنا مباشرة راح يبدأ الأنتيجين ينشط خلايا الذاكرة اللي حاملة لصورة الأنتيجين اللي دخل بالمرة الأولى، فإنتاج يكون أسرع. هنا comparison between primary and secondary immune response، مقارنة بين الاستجابة المناعية الأولية والاستجابة المناعية الثانوية. First, the lag phase is often longer weeks or months. الطور الأول راح يحتاج اللي هو البطيء يحتاج إلى أسابيع أو أشهر، بينما نلاحظ بالمناعة الاستجابة المناعية الثانوية يكون very short 3 to 4 days due to presence of memory cells، بسبب وجود خلايا الذاكرة. ال IgM predominant with low IgG، الأكثر سائد الأنتيبوديز السائد بالاستجابة المناعية الأولية هو ال IgM وقليل من ال IgG، العكس من ذلك في الاستجابة المناعية الثانوية. الأنتيبوديز تايتر is low، التركيز الأنتيبوديز منخفض هنا، بينما بالاستجابة المناعية الثانوية يكون هاي. سيل نيف بي سيلز، الخلايا النيف يعني الخلايا الغير نشطة الغير متعرفة على الأنتيجين، بينما في حالة السكندري اعتمادهم أو تحفيزهم الأول يكون للميموري سيل الحاملة صورة الأنتيجين. الأنتيبوديز ليفل decline rapidly، بينما الأنتيبوديز ليفل tends to remain high for longer، راح يبقى مستوى الأنتيبوديز عالي بالنسبة للاستجابة المناعية الثانوية. طلاب هذا كان حديثنا عن النوع الأول من الإميون ريسبونس اللي هو الهيومورال إميون ريسبونس. نجي للنوع الثاني من الاستجابة المناعية سيل ميديت إميونيتي، النوع الذي من الاستجابة المناعية الذي تتوسطه الخلايا. The main defense is against intracellular pathogens. هذه أهم نقطة. متى يعمل هذا النوع من الاستجابة؟ في حالة الـ intracellular pathogens، الباثوجين الداخل خلوي، يعني اللي يحدث تغيير بالخلية، like mycobacterium, viruses, fungi and protozoa. It may be involved in tumor immunity. في حالة الأورام والكانسرز أيضا تدخل بها هذا النوع من الاستجابة. في هذا النوع من الباثوجين طلاب هنا يكون الباثوجين انتراسيلولر، بينما لاحظنا بالهيومرال
يكون الباثوجين اكسترا سيلولار، خارج خلوي، قادم من الخارج، بينما هنا داخل خلوي، او يسموه اكسترنسك او انترنسك، يعني خارجي وداخلي. فبهذه الحالات تعمل الاستجابة المناعية الخلوية. الاميون ريسبونس in this case is due to activation of T cells leads to production of cell mediated immunity by a direct attack on foreign cells. بهذه الحالة راح تعمل خلايا تي، اللي يتنشط هو انواع خلايا تي، يعني خلايا تي هي اللي قائمة بالموضوع، مباشرة direct attack اللي تسوي للفورين سيلز، بينما شفنا بالهيومرال سيل الانتيبوديز هي القائمة على معادلة الانتيجينات وبالتالي قتلها. عندنا two different types of effectors T cells are generated. عندنا نوعين رئيسيين هم يشتركون بهذا النوع من الاستجابة المناعي. T helper cells اللي نسميها CD4. CD ترمز إلى المعلمات، أخذناه تعريفها سابقا. Cluster differentiation المعقدات أو المستقبلات العنقودية الموجودة على خلايا تي اللي استلمتها من غدة الثايموس، شرحناها سابقا. فالنوع الموجود على التي هيلبر هو CD4، بينما الخلية الأخرى هي السيتوتوكسيك تي سيل، هي الخلية السمية، والمعلمات المناعية الموجودة على السطح هي CD8. Their killing are specific، يكون CD8 قتلها نوعي. Helper T cells are killed the target cells specifically by producing lymphokines. طريقة قتل T helper من خلال إنتاجها lymphokines، بينما اللي يعمل على تنشيط الخلايا الأخرى. While cytotoxic T cells are responsible for direct usually of virally infected cells، بينما خلايا التي السيتوتوكسيك السمية قتلها يكون مباشر من خلال الخلايا المصابة بالفيروسات، حيث تفرز عليها سيتوكاينز وتقتل الخلية. قلنا ليش في هذه الحالة؟ لأن هنا الخلايا دول الحالات الإصابات الفنغاس والفيروسز والكانسرز، هنا الخلية تكون تارجت، يعني أصبحت مستهدفة، هدف للفيروس يستغلها لإنتاج أحداث كبيرة من الفيروسات. فإحنا هنا ما صارت خلية الجسم، صارت مو خلية، صارت وكأنه خلية غريبة، فيجب تدميرها. فتعمد هذه الخلية السمية على قتل كل الخلايا التارجت. تلاحظون بالرسم هذه أنتيجين بيرسنت بيكسل، خلية البلعمية ملتهمة للأنتيجين باثوجين الداخل. هنا راح تقطع إلى قطع هذه أنتيجين فراغمنت، القطعة ينقلها MHC class، طبعا في حالة الهيومرال immunity يكون class 2، وفي حالة الميديate immunity يكون class 1 البروتين الناقل للقطعة. فراح يعمل على تنشيط، تفرز مواد تنشط خلايا T بعد أن ترتبط بهذه الريسبترز وتتعرف على القطعة مات الانتيجين، تتنشط خلايا T helper وبدورها تسوي أيضا activation لي التي سايتوتوكسيك في حالة الاستجابة المناعية الخلوية، يعني في حالة الفيروسات والكانسر وغيرها، ويعني الاكسترا الانترا سيلولر الباثوجين يكون انترا سيلولر، بينما هنا التي هيلبر سوي اكتيفيشن للبي سيل في حالة الاكسترا سيلولر، في حالة الباثوجين يكون خارجي. فهنا تشتغل الهيومرال اميونيتي، بينما هنا السيلولر اميونيتي. هذا كان محاضرتنا لهذا اليوم، الاستجابة المناعية الخلوية